بنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومحبكم في القناة. ما عرفتش باش غادي نبدا لكم، فكنت جالسه ماليا ما بيا حتى جا راجلي من الخدمة قال ليا نوضج من حوايجك راه حنايا مسافرين. يا البنات، ما عرف مع الاحساس ما قدرتش نعبر لكم به، انا باقا بالبيجاما والزيف، ف ما عرفتش كيفاش غندمج مع هاد الحوايج، كيفاش شنو غندي معايا، واش مصبن شنو مصبنيش. فحرت شنو غادي نجمع، شنو غادي نوجد في اي بنت نطيح في هاد الموقف هذا اللي زوين. واخا هكاك زوين البنات، نتمنى لكم كلكم ما غتعرفش شنو غادي دير. فدابا غادي نوض، غادي نبدا نجمع ونوريكم شنو غادي نوجد معايا للعطلة. واخيرا انني شديت العطلة، واخيرا غادي نسافر. فالصيف كله ما سافرش، واخيرا وصل عندي الصيف، وصلت عندي العطلة، حتى انا غادي نجمع باكجي تما تاينا غادا مسافرة. فبنات تبقوا معايا في الفيديو تشوف اي بلاد غادي نسافر هاد المرة هادي، فبقاو حتى النهاية. بغيت نزيد لكم حاجة وحدة، ان شوفوا واحد جوج ثلاثة، فسبحان الله عرفوني اني غنسافر هما يخرجوا هكذا نشو قال لك والو نبي لدينا معاك تسافروا معايا. يا عباد الله يا عباد الله. المهم البنات، انا دابا غادي نوض باش نوجد ونفتح الشنطه ديالي. مسكينه دابا راه شي 6 شهور ولا 7 شهور ما تفتحات، نمشي نفتح الشنطه ونوريكم شنو غادي ندير. وبقاو حتى نهايه الفيديو والى اللقاء. الحاجه اللي بديت بها هي انني درت الكاميرا، الباتري ديال الكاميرا كيتشارجا حيت لقيتها مديشارجيه. وهنايا فتحت البالز، عاد بدا نحط نعمرهم بالمسائل. فغادي ندير داكشي يعني اللي بسيطه البنات، البيجامات. وغادي نوريكم واحد اللعيبه هي اللي ضروريه في السفر بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبهمش انهم يدوا بزاف ديال الكميات ديال الميكاب. وانا غنوريكم هذه البنات، انا ننصحكم انكم تشريوها. انا شريتها هنايا من بريمارك يعني بواحد باوند. تقدروا ديروا فيها الشامبون، هنا وحده حيتها عمرتها بما ورد، خصني عاد نجيبها باش نردها هنا. هذا غادي ندير فيه يعني الديماكيون، ندير فيه الشامبوان الشعر. هذا تقدروا ديروا فيه اي حاجه يعني كريم صغيره، بيبي كريم ولا الكريم ديال الشمس. فكما كتشوفوا يعني كيجيو، هذه فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال لي بواط واحد باوند، فيعني زوينه وكتسهل عليكم انكم تدو معكم بزاف الحوايج في بلاصه واحده بلا ما تاخذ لكم يعني بلاصه كبيره. وبلاص ما دي قرعه كبيره غتعمريها في هاد العيبه هادي صغيره وديها معاك وكتختصري البلاصه. حيت البالز البنات مشكله انهم ما كيعطيكش كيلويات بزاف، كتبقى تجيبي معاك المدينه كلها. فهادو زوين انكم دير فيهم المكياج ولا الشامبوان ولا اي حاجه كتستعملوها في القراعي كبار، هادو قراعي صغيورين. فنتمنى انني فدتكم ولو بشويه. كما كتشوفوا 3:15 ديال الصباح، فجا الطاكسي باش يدينا. ان شاء الله الله يوصلنا على خير. وبقوا معايا باش تشوفوا اي حاجه غادي نديرها ان شاء الله. هو اللي اول مره غادي يسافر يعني يشوف لازم تطبيقات كتوقع.
هنا يوم من وصلنا الأوتيل، هذه هي الغرفة اللي حجزنا فيه.
فوطي زوين ونقي، وجا وسط المدينه فكل شيء قريبين الحمد لله. فهنايا غادي نرتاحوا شويه وعاد غادي نخرجوا بالليل، فيلاه تستكشفوا معنا شنو غادي نشوفوا بالليل. فهذا واحد البازار، لي اولد بازار، البازار القديم. كما كتشوفوا كاين الاشياء التقليديه التركيه مثل الحجابات وهاد الفساتين الفلسطينيه، ما عرفتش شنو كيديروا هنا. كاين هاد المخدات، سويكات، احذيه، جميع الاشياء التقليديه التركيه موجوده في هاد السوق. هذا وسائل تجنيد للناس. هاد المكيش هاي هذه يمكن هي حاجة صوفيا. Thank you.